لمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة من الاعتقالات ينضم إلي من غزة مراسل غد حازم البنا. إذن حازم، أطلعنا على تفاصيل هذه الاعتقالات التي تمت في غزة. يعني يحدث ذلك في سياق الصراع والانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، ويحدث أيضا قبيل الاستعداد لتنظيم الاحتفالات بذكرى الانطلاقات سواء هنا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وفق البيان الذي أصدره عاطف أبو سيف والذي المتحدث باسم حركة فتح، طبعا تحدث فيه بأنه هناك اعتقالات كبيرة في صفوف أبناء حركة فتح، تحدث عن رقم في حوالي حدود 500 من عناصرها وقياداتها في قطاع غزة على خلفية الاستعداد والتحضيرات لانطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين. وعلى ما يبدو أن هناك الأمر له علاقة ربما بالأذونات أو الحصول على تصريحات بتنظيم مثل هذه الاحتفالات، معروف سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية من المفترض أن تحصل الفصائل على أذونات وتصريحات من الجهة الحاكمة أو من الحكومة. في الضفة الغربية يحدث ذلك، في قطاع غزة يحدث ذلك، يحصلون على تصريحات من حركة حماس. وعلى ما يبدو يعني حتى اللحظة لم تصدر وزارة الداخلية يعني بيانا يوضح فيه خلفية هذه الاعتقالات والرد على بيان المتحدث باسم حركة فتح، ولكن ربما يكون لدى الأجهزة الأمنية في غزة يعني مخاوف وخطوات احترازية خوفا من أن يكون لديها معلومات بأن ربما هناك أشخاص يحاولون العبث ويعني إحداث بعض الشغب خلال هذه الاحتفالات، ولذلك تأتي هذه الاعتقالات. ولكن على أي حال يعني الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، نتحدث عن الجبهة الديمقراطية، عن حزب الشعب، عن التجمع الديمقراطي الفلسطيني، أصدروا بيانات أدانوا فيها هذه الاعتقالات وطالبوا بالتحرك من كل العقلاء لوضع حد لمثل هذه الاعتقالات التي كما يقولون يعني تخالف مبادئ حقوق الإنسان وأيضا تعقد العلاقات الوطنية الداخلية، خاصة في ظل وصول المصالحة الفلسطينية إلى طريق مسدود. وبالتالي ربما الساعات القادمة تكون كفيلة بتدخل مجموعة من الوسطاء للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وربما يصدر توضيح من وزارة الداخلية بشأن هذا الموضوع. أشكرك على كل هذه المعلومات من غزة، مراسل غد حازم البنا كنت معي.